صباح الخير، اهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله بدينا من 7:30 بتاع الصباح في اطار تنظيم تكوين اعواننا في قبول الترشحات وعمليه البيضاء في خصوص قبول الترشحات والاشكاليات ولا المختلف المراحل اللي مروا بها لقبول المترشح في مركز قبول الترشحات بالراي الجوي بالنسبه للشخصين. انطلقنا منذ 7:30، 8 بدينا مع اعواننا في حصه تكوينيه دامت تقريبا ساعتين ونص، عن معناها مكون جهوي قام بتكوينهم و الاي تي المكلف بالاعلاميه على طريق قبول الترشح بالمنظومه الخاصه بقبول الترشحات، ومختلف الاشكاليات ولا مختلف الوضعيات اللي ممكن يتعرض لها العون اثناء قبول ترشح احد الاشخاص. ثم من 11 نتاع الصباح قمنا بعمليه بيضاء داخل المحاكاه لترشحات مختلف وضعيات ب مركز قبول الترشحات براي الجوي، ولهنا قمنا بمحاكاه لمختلف الوضعيات ممكن تعرض لها العون في خصوص نقص بعض الوثائق او وثائق غير مطابقه للتشيك ليست او للقائمه نتاع الوثائق المطلوبه في الترشحات، ويثبت العون شنو الورقه هذه ضروريه، هذه نجم يرجع يجيبها، هذه نجم يستكملها، هذه ما نجمش يستكملها، وما الى ذلك. وخاصه قمنا ب بيان مختلف المراحل منذ الدخول في باب القاعة إلى تسجيل بمكتب الاستقبال وتوزيع المترشحين على قاعتي الجلسة، قاعتي قبول المترشحين اللي مش تكون قاعة مخصصة لذوي الاحتياجات الخصوصية وقاعة للمترشحين العاديين، لأنه المترشح ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي مش تقبل القرعة ما يسجل على مستوى الدائرة، يسجل على مستوى المعتمدية وبالتالي المجلس المحلي وما يسجلش في الدائره الانتخابيه، عكس المترشح العادي اللي هو مترشح باش يقوم حمله في اطار القانون وفي اطار ما يضبطه القانون. قمنا كذلك مشكورين مع الاخوه في الحمايه المدنيه بعمليه بيضاء لاحد المترشحين او حتى احد الاعوان اللي تعرض لوعكه صحيه وكيفيه نقله وكيفيه التعامل معه من قبل مصالح الحمايه المدنيه، ولهنا نوجه شكري للحمايه المدنيه اللي تواجدوا معنا، كذلك بعض المجتمع المدني وبعض الجمعيات منهم الكشافه ومع اعوان الامن واذاعات وقاموا بمتابعه العمليه بتاع قبول الترشحات بمركز قبول الترشحات بسوق سنين. وكما قلت نشكر كافه المصالح اللي شاركت معنا، نشكرهم على المجهود، وان شاء الله تتم العمليه منذ اليوم الغد على الساعه 8 صباحا في اطار منظم وجيد. وشكرا. غدوة 23 ينطلق بالثامنة صباحا حتى الثامنة ليلا. أكثر معلومات على ذوي الإعاقة. ذوي الإعاقة كما قلت اللي مش ترشح في إطار الاستثناء في إطار القرعة اللي قولها له القانون بمقتضى الاستثناء اللي قوله الفصل 27 باش يكون يترشح في وضعيتين. الوضعية نتاع الاستثناء يترشح في إطار الفصل 27 ولهنا ما يوش مطالب باش يجيب تسكيات، أما وثائق الكل الأخرى يجيبها يستظهر بها ويقع في قبوله في الفضاء الخاص المخصص لهم، ثم يتعدى في المرحله الثانيه للمعتمديه او للمجلس المحلي اللي هنا اللي قبول الترشحات. بالنسبه للمعاق اللي نجم او ذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي نجم يترشح كمترشح عادي ويخوض الحمله ويوفر كافه الوثائق والتزكيات بتاعه زاد ويترشح ترشح عادي، يعني هنا عنده دو شانس او خيارين، اما يترشح في اطار فصل الاستثناء ويدخل دي عملية قرعة مباشرة على مستوى المجلس المحلي هذه باش تقوم بها الهيئة بعد الانتخابات، أو ونقبلوا ترشحه كامل باستثناء التزكيات، أو يترشح ترشح عادي ويخوض الحملة الانتخابية بتاعه كأي مترشح، ولهنا هذا خياره هو معناها خيار المترشح. جيت في حالة عدم ترشح في بعض المناطق في المناطق ما نلقاوش، إن شاء الله ما نوصلوش الوضعية هذه، إن شاء الله نورمالمون تعمل الانتخابات الجزئية، أما إن شاء الله ما نوصلوش الوضعية هذه. أنا احنا نتاملوا انه ثم خاطر العمادات على مستوى دائره صغيره ومش تلقى ناس انتريسي لانه الفضاء المحلي يهمهم والصلاحيات معناها تنمويه كبيره اعطاها المجلس المحليه ثم المجلس الجهويه وثم انه يمكن ينجم يتواجد في المجلس الوطني للجهات الاقاليميه يولي نائب شعب، دونك فما فرصه للشباب فرصه لذوي الاحتياجات الخصوصيه باش يتواجدوا، واحنا قمنا بكل ممكن الحملات اللي عملناها مع الشباب مع ذوي الاحتياجات الخصوصيه مع مختلف الشرائح، قمنا بحملات تحسيسيه وحتى تواجدنا معهم في الحملات هذه هيئه واداره، وكنا الحقيقه دعيناهم باش يترشحوا وان شاء الله نامل من الشباب انه يترشح. شكرا.